واول وصفه معانا هي وصفه المكرونه بالبيستو. معايا؟ معايا. ممكن لابسه لكم النهارده كمان اخضر عشان يبقى لايق مع الحلقه. ماشي. يلا بينا هنبتدي نعمل اول حاجه المكرونه. نلبس المريله الطبخ بتاعتنا الحلوه دي. ماشي يلا بينا. هنقول بقى ايه مقادير الصلصة البيستو. الاول صلصة البيستو بنحتاج فيها ايه؟ نحتاج فيها ورق ريحان، وهنحتاج فيها زيت زيتون، جبنة بارميجان، وتوم مهروس او توم فصوص، يعني فصوص من التوم، عين الجمل، وممكن نستبدل بعين الجمل بالسوداني بالكاجو باللوز، المهم يبقى حاجة من الحاجات دي، وشيري توميتو وشرايح التوم. تمام. ده صوص البيستو، وهنستخدم طبعا بعد ما نخلص صوص البيستو هنعمل معاها المكرونه. يلا بينا نبتدي. اول حاجه نعمل الصلصه. هنحتاج قلنا ايه، ادي الخلاط معانا. ماشي. هنحتاج ايه؟ عندنا ريحان، ده ورق الريحان اهو. تمام كده. هنحتاج ريحان. ريحته حلوه يامي. ماشي. وعندنا عين الجمل، وممكن قلنا نستبدل العين الجمل ده بالكاجو والسوداني، اي نوع من المكسرات. عندنا فصوص من الثوم. تمام كده. تمام. والجبنه البارميجان. تمام كده. حلو قوي 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 قوي. تمام. حلو قوي. ماشي. وهنضيف طبعا الزيت الزيتون. تمام كده. اوكي. هنضرب كل ده بقى ايه في الخلاط. شكرا يا شوشتة. يلا يا عودي الخلاط مش عايز يقفل ولا ايه؟ ولا ايه؟ هنزود زيت الزيتون. معلش هنزود زيت الزيتون عشان الموضوع يطرى معايا. ياخد لفه كمان. لفه كمان. هنضيف لي شويه ملح بسيطه والفلفل الاسود. تمام كده. تمام كده. ونديله ضربا مبرحا صغننا كمان، والريحه فظيعه. خلصنا كده صوص البيستو. الريحه تجنن يا جماعه. شايفين الريحه؟ شايفين قصدي الشكل؟ الشكل تحفه تحفه تحفه. انا طبعا مجهزه الصوص اهو، عاملاه من قبل كده، بس ايه قلت اوريكم الصوص البيستو بيتعمل ازاي. الصوص البيستو ده بيتعمل مع وصفات كتيره جدا، اسماك، لحوم، فراخ، فايه فبيتعمل معاها كل حاجه. اهي ننزل الصوص، نشيل الكلينكس ده عشان محدش يزعق لي اهو. يا جماله يا جماله يا جماله، يا حلاوته وشقاوته. الله. ننزله كله معلش كده عشان هنحتاجه. الصوت كويس يا جماعه عشان انا سامعه غرفشه. صوتك تمام. اوكي. عشان ايه انا كنت سامعه حاجه كده فقلت ايه اتاكد منكم. تمام تمام. ممكن نعمل الكميه دي اي كميه، واللي يفيد مننا نحطه في برطمان ونحط فوقيه على الوش كده زيت زيتون، ونشيله في الثلاجه ونستخدمه وقت ما نحتاجه لاي وصفه من وصفاتنا. هنبدا نعمل المكرونه. الطاسه بتاعتنا فين اهي؟ نجيب المكرونه برده جنبنا اهي. المكرونه نحط الطاسه. ماشي. هنجيب نحط ايه بقى؟ بص
صوص البيستو تحفة تحفة تحفة. هنجيب زيت الزيتون معانا ماشي، فين هنا عايزين هناخد شرايح الثوم والشيري توميتو. بسرعة كده صح يا شوشو، صح يا شوشو. النهارده حتى برضه الطاسة خضرة، فاحنا النهارده كلنا اخضر في اخضر، وليتنا اخضر في اخضر يا رب دايما. هنحط زيت زيتون اهي، معلقه زيت زيتون كده. اسكت يا شوشو ماشي. زيت زيتون، ونحط شويه شرايح التوم كده ماشي، مش كتير، هضربك ماشي، وشيلي توميتو كده تمام. نقلب ده كله على بعضه عشان نقرب نجرب المكرونه. قلت لكم بقى الصوص ده تحفه مع اي وصفه، ممكن بقى مع الجمبري، ممكن مع اللحمه، ممكن مع الفراخ زي ما هعملها النهارده برضو. يلا خدت بقى اهي التشويحه بسرعه اهي، واللون ننزل المكرونه. انا مستخدمه المكرونه السوست الزجزاج، انا الزجزاج الزجزاج مكرونه الزجزاج. حطينا المكرونه تاخد تشويحه كده ماشي، اوكي اوكي ماشي. وننزل بقى بايه، بمعلقه كبيره من صوص البيستو اهي كده. نقلب بقى كله مع بعضه كده. يا او مون دي، بس ايه نار عاليه شويه. بص اللون، الريحه تحفه 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 تحفه. هنزود حبة بيستو كمان. تمام 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 تمام. نقلب بقى كله على بعضه كده، ونزود شوية ايه، شوية جبنة بارميجان كمان. شايفين الشكل تحفة ازاي، والطعم تحفة. ليه زعلانة مني يا برلولة؟ انا اسف. طبعا كده خلاص، دي الوصفه كده خلصت خلاص تمام. طبعا اقدمها دلوقتي حالا بالا. بصوا اهي كده، ده كده على النار، دي كده خلاص. تمام كده، حلو كده المكان ماشي. هنحط بقى ايه المكرونه البيستو الحلوه دي. اوه 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 اوه، اللون الاخضر يجنن. انا اسفه ان انا حركته، سوري سوري. هنحط بس رشه الجبنه البارميجان اللي احنا شلناها ورا كده اهو. تمام كده، وهنحط ورقه، ورقه من الريحان، ورقه من الريحان كده الصغنن ده كده. فين ده كده كده كده، حركات جميله. هنطلع فاصل يا جماعه ولا ايه؟ نطلع فاصل. انا اسفه انا اسفه انا اسفه ان انا كل شويه بحرك الطبق كده. عملنا اول وصفه معانا بصلصه البيستو اللي هي المكرونه البيستو. نطلع